اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عددنا نهار اليوم من تست سيام. تست سيام اليوم راح نشوفوا موضوع حساس جدا سورتو في المواد رمضان، هو لا كوندويت تاع ليزالجيريان ساعتين قبل الفطور، راهو دونجي كبير يقدر يؤدي بحياه المواطنين. تابعوا معنا هذا الموضوع وسيو خذوا العبره. مع العشيه هكذا كي تكون رايح، واش رايك في السوقان تاع ليزالجيريان في رمضان؟ كاع في رمضان كاع مبريسيين، كاع مزروبين. وقيلتا واحد منهم؟ لا 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 خويا، انا العشيه ندخل بكري للدار. علاه؟ لا تدخل على جال هذو المشاكل تاع الطريق. تسوقي بالعقل ولا تجري انت؟ لا لا خويا نسوقوا بالعقل، قالك في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، يفوا يتخ دوسمون، سيرتو رانا في شهر رمضان، الناس كاع مقلقين، الناس كاع مزروبين، لازم نسوقوا بالعقل. كارثة. ماشي كاع ميك واحد واحد يقطع لك من واحد يحب يسوق كاع بيد في لوطوروت كارثه كاتاستروف وي كارثه كاين اللي ما يعرفش يسوق الله غالب وكاين اللي حياته كاع سوق كاع يعرف يسوق مقلقين وعينا وعينا معاهم يا ودي بالعقل بالعقل ما والو مقلقين ليزالجيريان مقلقين شي راقد شفت واحد راقد يمشي هكذاك والله ما على باله كاع واش قدامه واش كان موضوع يقدر في سيركيلاسيون يدخل في طونوبيل نورمال يقدر نورمال عادي كاع نورمالمون كي تجيك النعاس تقاري وترقد وتعاود تنوض تغسل وجهك بعد تصوم شغل كاع شغل ماخر ماشي حافظ مش ماشي حافظ كونزويت كاع ما كانش شغل شغل ماخر كاع شغل ماخر شغل ماخر كاع فالنتينو كاع كيشيست اونر كاع يرقدوا ويطيروا كاع راك شايف انا ولا غير مقلق يا اخو علاش بيسك علاش العباد تاعنا هادو ما تاع دوك انا باليش لا يخلصوا يجيبوا البيرميات داكور ماهمش يجوزوا اخونا نعرفها تلقاه يرحم بابك انسان مشغول ولا ايرجون ولا في لي زيرجونس خلينا هذيك على العام مغلوقه في تروازيام بوزيسيون دايرين يمشيو ان باش 80 100 يمشي لي 40 ترابلي له صوني له يسموه تروازيام بوزيسيون واش دير انت دوبليها لا دروات دوبليها لا دروات نتبعو ديني لدارهم ايه خو ولا اني غلط ما كانش ما كانش اللي يطبق قانون سورتو نهارات الاولين نهارات الاولين هذو همك تلقى السبان الحاله دايرين الحاله مع الطريق وخلاص ما كيما كاع رمضانات كاع رمضان هاك تعرف رمضان رمضان دائما هكذا واش تحب انا نشوف العجب هذا دائما دائما ماشي عادي جا اليوم نديروا في صابوات يعاود يروح يعاود يولي تلقى شو نورمال ما صرا والو خرجت خطره في حياتي شفت اكسيون مع هذاك النهار خلاص حبست خو كان السوق في بلادنا والله ما كان واش يديروا مع شي فومي واحد ما يخرج ماشي الانسان يساعف دوكا الانسان يساعف علاش علاش تبعهم الاخر تعيش في المشاكل تعيش بعيد شلت كيما يقول لك دير اكسيدون يا خويا الله يعافينا لازم ما يزربش خو سورتو في رمضان لازم ما يتسرع ما والو بيسك يدير ديكا مع الاخر كارثه والله غير كارثه سوق انت ما سوق ما والو نقولك صح صح عندي برمي ديال شغل خليها هكذا الله غاديرو هكذا سي فو نقول لكم علاش دوك كيف انت يرحم بابك تعرف الفطور مثلا مازالت له 10 مينوت وانت راك جاي من برج ملاهين ولا من الجي ولا وكي دير لا فيتاس واش يوقع وانت صايم ودير اكسيدون في الطريق ما تلحق لا بالفطور لا بالعيد لا بالعاشوره الو يفهم يروح بالعقل وتلحق للدار وتفطر قول لهم ربي يهديكم ان شاء الله باش تلحقوا الماليكم لاباس بكم وسالمين لازم تروحوا بالعقل ما تقلقوش ان شاء الله يجوزوا رمضان بخير وعلى خير وينقصوا شويه السرعه